there is a swelling. أول حاجة أفكر فيه إنه swelling. ولا أقول there is a lump. بعد ذلك أحدد the site بتاعها. Site in anatomical terminology. يعني مثلا أقول هذا there is a lump in the dorsum of the forearm. Of the left wrist بدل الفرارة هذه كبيرة. In the dorsum of the left wrist. تمام هذا كلام واضح. واش؟ تجد lump هنا مثلا أقول external angular. هنا مثلا internal angular. هنا subandibular. سيرفايكال سوبر كلابيكولر اجزيلا للم يعني لا بد استخدام الترمينولوجي ايوه انا كنت بقول كده سو ذير از ان سويلينج ان ذا دورسم اوف ذا ليفت ريست بعدها طوالي اتكلم عن لف شويه قلت عنه قلت السايد اتكلم عن السايد ولا الشيب قلت الشيب الشيب بعدها السايد اقول ويتش از كذا شيب الشيب هذا ممكن اقول spherical shape او دمال او irregular shape او oval او hemispherical shape او لو ممكن اوصفها بشيء معروف مثلا اقول kidney like shape او butterfly very good like thyroid I never say round كنت عايز اسمع حد يقول round ما حد دا round ما حد اسمها round shape ولا حد اسمها circle round The circle is a two-dimensional structure. يعني لو قم شفت القلم هذا رسمت دائرة هنا أقول لكم this أقول this is a circle all round. طيب يعني؟ طيب شو الموضوع؟ إذا كان دائري. شو؟ spherical كورة. أصلاً بترك ليمونة ولا برتقالة حصلت عليك مثل إيش شكلها هذه؟ spherical كورة. كرة الكورة is a three-dimensional structure. لكن the circle والround is a two-dimensional structure. تمام؟ أقول الشكل بتاعها. دائما نقول most of the lumbar spherical shape most of the lumbar spherical shape والسفيركال دائما بيقول spherical shape بريحك لقدام كيف بريحك ووريك الآن so there is a lump in the dorsum of the left wrist which is spherical خلينا قولنا spherical in shape بعدها طوال أقول size ليش ليش الشيب قبل السايز لو ما عرف الشيب كيف وصف السايز أنا قلت ليش السايز بتاع القاعة هذه هذا متوازي المستطيلات طوالي حقوم أقول لك والله يا أخي حجمه تقريبا الطول مثلا 20 العرض كده 6 والارتفاع 4 أمتار صح؟ أساسا كده أقول زي الشيب فلسة بس أقول تسفيريك الشيب الكرة دائما كيف يقيسوا الكرة حجمها؟ بالغطرة بالريحة عشان أقول مثلا it is about 10 سنتيمتر in diameter طول وعرض وارتفاع لكن لو قلت أوفل شيب لو قلت أوفل حيضطر أقول it is about 10 سنتيمتر باي 5 باي 3 طول العرض لما اقول سفيريك اريح نفسي اقول سفيريك الشيب اباوت طبعا لان انا ما قستها جست جس سويت 10 سنتيمتر تمام واضح هذا هم ترى الثلاثه اسم اللي هذه سايد شيب شيب سايز ان سنتيمتر تمام شيب قبل السايز صح طبعا شيب سايز 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 نورمال ولا أب نورمال لو نورمال في الحاجات المهمة لابد أن فيها أقول مثلا سكين إز إنتاكت أو إز نورمال معناها زير إز نو دايليتد فين نو سيرجيكال سكار You know surgical scar. إيه. هذا جراحة سابقة. إيه معروف. Very important. لأن ما عندي سيري كرر نظام. No surgical scar. No dilated vein. No cautery mark. You know cautery mark? لا. كي. أيوة كي. It's a sign of long standing lump. لما تلقى lump فيها sign بتاعت كي كده. Cautery mark. معناها this traditional treatment. This lump is standing for long time وهو حاول يعالجها بالكي وتروح وكذا وما راحت بعد كي. سو تعلق على scar. Cautery mark. Dilated vein, sinuses, discharging sign, أي color, hyperpigmented, hyperemic. خلاص لازم كلها تعلق على السكين. تمام؟ حتى لو السكين intact فيها. يعني أقول the skin over it. No scar. Is intact. No surgical scar, cut or remark, dilated vein, hyper or hyperpigmented. تمام؟ بعد ذلك علق على surface. Surface هو تحت السكين. Some lump has smooth surface. أغلب اللمب البراين عنده smooth surface. أقول some lump عنده irregular surface.
هذا السيف يعني السيف حق اللمبر كل المليق ينضم هذا عند الرجل سيف ومرات بصم سيرفيس سبيشال فور سم لوم لايك اللايبوم فور اكزامبل اللايبوم عنده اوبوليتد سيرفيس تعرفوا له قدام زي القبب قبب قبب صغيره لوبيولز كلها عباره عن لوبيولز لوبيولز تيبيكال اوف لايبوم عنده اوبوليتد سيرفيس بعد ذاك علق على الايدج اوف ذا لمبر واحده من اثنين الايدج ايوه يعني حدودها الايدج اقول ايش ويل ديفايند ولا ايدج فيري جود اقول ظلم هذا ويل ديفايند ايدج ill-defined ايش ال usually ill-defined تكون مع ايش يعني malignant lump لان البنايه اللي عندها كبسول دائما فعندها حدود well-defined عكس malignant lump usually infiltrate the nearby structures يعني كذا ما عندها حدود واضحه ال ايوه وكذلك الكرونيك inflammatory lumps زي الفنجل ماس due to fungal infection tuberculosis for example هذه كلها تلقى عندها ill-defined يجب أن تقول كلوزيز عن فنجل إنفكشن بيهيف لايك مالينجنسي تشبه المالينجنسي دائما تمام يا جماعة؟ ثلاثة إس والسكيم والسيرفيس والإيج بعد ذلك سم تايمز يعني في سبيشال لمب عندها سبيشال كاركتر اون إنفكشن بمعنى لو كانت اللمب هذه لقيتها في الترنك ولا في الجروين هنا في المجوينة لا بد أقول للمريض إيش في الإنفكشن لا بد أقول للمريض لكن بعد الإنسبكشن وفي البسطايل البسطايل لم وطلم بيجلي فاسكولر زي الانيوريزم فاسكولر لم اللم arising from vessels like especially from artery الفين ما عنده بسطيشن is from artery تمام هذه ما في every لم يعني لو كان لم هنا في الريست ما عنده معنى أقول المريض قبصة لا ما في ما في اللي في الترنك ترنك هذه شو تسوي especially in the blind area بعد أغلبها palpation palpation I should prepare my hands عمل rubbing لو كان يدي باردة وكذا فعلا بده يكون عامل هاند هيجين نسوي طعم ما هو غلوس should examine his pale hands to feel the temperature إلا لو كانت لم فيها ألصار infected then you wear gloves أما اللمب العادية تمام؟ أول ما أبدأ البالبيشن لا أبدأ أتكلم I talk to the patient أقول له هل هذه اللمب بتألمك لأنه لا يا موين تطشي قبل كنت بتكلم ساي الآن أنا أبدأ أتكلم نفسه أصلا البيشن هل هي مولمة ولا ما مولمة؟ قال لك مولمة أقول له مولمة شديد يعني ولا خفيف مرات تكون ألم خفيف هذا سؤال أنا خفيف تقول له I will be gentle so you هذا البالبيشن أيوة طبعا الإنسبكشن ما حيألمك لكن أنا أنت دخلت في الجد في اللحم الحي نستارت بالبيشن في السوبرفيشال بالبيشن تبدأ بالسوبرفيشال بالبيشن for two things هم ايش؟ tenderness temperature دائما اعملها كيف؟ بالدورزة بالبوصم of my fingers حطها كده gentle for a while ارفع احط يدينا ثاني for a while لما اتأكدتها ممكن اخذ اغارم بين اللم بتاعتي والنورمال اريا وعلي خلي skin temperature is normal compared to the surrounding ولا hot زي في الانفلامتري اللمب تلقى دائما hot كده حد يعلي غير اللمب دي temperature بتاعتك compared مع surrounding حد يعمل لنا غير لنا temperature بسرعة من اول مرة ما احتاج له مرتين انا ترمى مثل ابو سعيد جاهد حطيت يدك انا قلت كولد ورا حطيت انا بالنية في حاجه يوش هيرني يا دكتور في اليد الله ما في شيء شو في حاجه حلوه انت جوا انتم يا كيف الله لا 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 هذا اليوم غلوس عادي مليان ما بارد يا دكتور بارد خلاص
بعد ذلك أشيك فور تندرنس عائلة وجه المريض ووين دو أي دو جنتل إيش الأكسبريشن شوف الفيس أكسبريشن بعض الناس ما يحبوا يشكوا ويقولوا كيف كان يبلش الألتين من وجهه تمام؟ في ناس من نهاية السوبرفيشال بابليشن بيجيبوا التالي يكون عندهم تيب وزيمية في الصايد زي إكزام سايد وظلم يقول لك ناو زي إكزام سايد وظلم إيس 10 سنتيمتر عندهم قبل باي إنسبكشن لا ينفع مهندس لا قبل باي إنسبكشن أنا قلت أباوت هذه خطوة مهمة مهمة This is superficial palpation. Then I go for deep palpation. Deep palpation, like that. خلاص الآن بقيت متأكد إنه المريض هذا ما عنده. شو الفرق يا دكتور بين اللايت والديب؟ فرق كبير. الآن بضغط بقوة أنا. هذا الديب. شوف consistency. You use what on palpation? The palmar aspect of fingers, not by here. كده. ما كده ما تعمل بدك كده ما يكسر. كده a little bit flex. ودائما يوز بوس هاند يعني خلي واحده من اثنينك قريبه من المريض زين يبالغ حط يدك ورا ظهرك كده فيري باد اتيتيود اون اكزامينيشن ولا تخلي واحد في جيبك ويشتغل كده المريض يجي امبريشن انك انت مستهتر اول موضوع هذا ما هو جديد يعني ما محتاج ليتر صوره ثاني بوس هاند لايك ذات يا جماعه الديب بالفنجر يقول لك الديب بالبيشن اول معلومه تطلع بها ايش كونسيستنسي كونسيستنسي سوفت كونسيستنسي ممكن تقول كيف سوفت فيرم نبدا من اقل واحده سوفت قبل السوفت سيستيك هذا سيستيك معناه ايش فلويد سيستيك معناتها كافيتي وذ ممبرين كونتيننج كافيتي يعني بس فيه فلويد زي هذا الاحساس لما يجيك الاحساس هذا معناته هذا سيستيك سوفت لايك وات هذا سوفت هذا شو هذا سوفت جدا سوفت لا في اللوبيول بتاع الاير هذا تحت هذا سوفت كل السكوتين ايش تشو سوفت في من بريستا سوفت مش بعد كل سوفت طيب الفيرم زي يعني زي الكارتريج تيبو هورنوز هذا كارتريج او يور اير هنا فوق الهارد زي الفوق شوف هنا في واحده فيرم ايش مروعه للناس هذه اربع حبات لا ما في واحده خلاص يا شباب بالدور يا شباب بالدور خلاص يا شباب هذه شوف هذه فوق مرة كده كانت عشرة مرة كده مو هذا يفيدك لقيتها هنا جنب أيوه هذه شوف هذه هارد هارد فيرم هذه فيرم هارد لايك بون هارد لايك بون زي هذه يا دكتور زي هذه هذه فيرم وهذه سوفت يا اخي هو سبينك شاف انه يكون هارد لا يكون والله هارد بالله ايش وين يكون هارد يا اخي تمام يعني ملكنا الهارد لمب يوجوالي ايذر بوني ماس اي ماس ارايزنج فروم بون لو كان بلاين ولا ملكنا اول ملكنا الطلبه يجيك ده الهارد حتى الصوت تشو تيومر يعني بريست كانسر حط يدك فيها كان زي الحجر اول كانسر امشي اقرا عن الجهه تمام يا جماعه دي بالبيشن اول شيء اهم شيء كونسيستنسي بعد ذاك شوف السيرفيس مرات السيرفيس يكون ما ظاهر بالانسبكشن لما نعمل بالبيشن اضغط عليه كده صار له خاصه باللايكوم والله يقولوا يسموه لوبيوليتد تيست اول ما تضغط على السين كده تشد الجلد كده صار لك السيرفيس بصوره اوضح لان الجلد ممكن يكون لاكس ما يظهر السيرفيس تمام سو اي تشيك ذا كونسيستنسي then I check the surface أكيد إنه surface فعلا smooth ولا ما smooth بعد ذلك أشوف the relation of the lump with the surrounding structures واضح أنا بكتب ولا ما surrounding structure هي السكين من فوق ومن تحت أدي structure هي الله المصير والبون أبدأ بالسكين يا جماعة النادى حجواكم في الامتحان شري هذه في الأصل الله يستر يجوا ما توقع يعني لا بس يكون حاجة في التعدي راح له ده ولا حاجة في التعدي من الله طيب أول حاجة أشوف أتاشت the skin أو روت أتاشت the skin if I can pinch the skin separate from the lump يعني لو قلت not attached على السكين كده هذه separate from the lump if I can pinch I use the pulp of my index and thumb if I can feel it separate from the lump like that معناته it's not attached to the skin
not attached to the skin. بتقدر تفصل السكن عن اللم. شايف الانسبكشن بنشوف هل هو سكن انتاكت ولا لا؟ نسوي في الديب بالفيشن برضه؟ لا لا هذا ما له علاقه بالسكن. لا ما كيف تعرف انا اتاتش ولا لا؟ ما تقدر. هل هذه اللمب اتاتش منتصبه للسكن والديب ستراكشن ولا لا؟ ما عنده علاقه بالاول. صح؟ واضح واضح. فاهم لا الحين لو كان في لم بالانسبكشن بتشوف انه متصل بالجلد بس انك ما تدري هو متصل متصل ولا لا يعني تقدر تفصل الجلد واللم بيكون تحته يعني ما عندنا على كلامك هذا قول اللم في هذا الى الدين في شركه الاشكال هذا تعني انه متصل بالجلد يعني او ما متصل فهمت انها تقدر تفصل الجلد هذا ايش علاقتها بهذا ممكن يكون فيها شريك الاسكار ودايلتي فين وكل شيء تكون اتاش للسكين وواحده ثانيه يكون فيها شريك الاسكار وانت اتاش للسكين ما في انت ما فهمني حتى لا خلاص ما مقتنع يعني تكون ايوه فاهم هذا انه يكون السويدنج يعني ما بتاتش هذا ما عنده علاقه بالانسبكشن هذا موضوع مختلف خلاص صحيح هذا موضوع مختلف تمام انا الان عايز اشوف هذا اللمب اتاتش للسكين طيب اقوم امسك السكين اي بينش ذا سكين كذا رايزات اي فاي كان بينش ذا سكين شبر الكرم ظلام والله من تحتي عند السكين ذيس لمب ذيس نوت اتاتش للسكين يا شباب ركزوا الا اللمب عاده 11 مع محمد عطا ما الا اللمب البناي اللمب يوجد نقطه تاتش للسكين كل البناي كل البناي اللمب عادي اتاتش للسكين ايش علاقتها بالسكين الا اللمب تشال الرايزنج فروم ذا سكين ذا سبيشال سيستم هذا اتاتش للسكين اما اي بناي اللمب ثانية ما الرايزنج فروم ذا سكين از نوت اتاتش للسكين ذا سكين unless it is a malignant ولا كرونيك انفلاماتوري لمب ممكن الانفلاميشن يعمل فايبرولا الملك لو كانت اتاتش تو ذا بون تتحرك؟ لا تكون فيكس اي لم اتاتش تو ذا بون ما بتتحرك لا يمين يسار لا سايد تو سايد لا اب اند داون سايد تو سايد لو لقيتها تحركت مظبوط بعد ذاك اي بوت ذا مسل ان اكشن كيف احط المسل ان اكشن؟ مثلا عامل ديزني مثلا لم دي قاعده الريست هذا كيف احطه ان اكشن؟ فريكشن كذا فريكشن هنا لو اللهم دي قاعد عند الدورسم كذا اسوي كذا يعني كذا اسوي كذا لو كذا هنا اكشن المصيب لكن لو عملت كذا اي بوت ذا فليكسر فليكسر اقول المرض حط يدك كذا اجين ريزيستنس يعني غاويني يعني ايش ناو ذا مصيب ان اكشن اقوم احرك اللهم بتاعتي ثاني سايد وسايد اب اند داون لو لقيته ثبتت معناها فليكسر يعني ولو لسه متحركه في نفس حركتها القديمه ما تاثرت معناها نوت اتاتش للمصل واضح يا جماعه من البدايه المصل ثابت اللم ثابته ليش اتاتش للبون ثابته ثابته خلاص متحركه لو كانت ثابته يعني اتاتش تو ذا بون وللمصل برضه هي لو اتاتش للبون معناته اتاتش اتاتش للمصل لان البون من تحت المصل صح؟ اها يعني وسط البون هي متصله بالمصل هل معناته متصله بالسكين؟ لو ايش؟ واضح يا دكتور واضح واضح يا شباب الناس اللي ورا واضح خلاص هذا يعني اجين بعد الكونسيستنسي تاكد ان اللم اتاتش تو ذا سكين اور نوت ولا اتاتش تو ذا ديب ستراكشر تمام تمام اذا اللم بتاعتي كانت الكونسيستنسي بتاعتها سوفت سوفت او سيستيك لابد اعمل لها تيست مهم جدا جدا اسمه ايش؟ فلكشويشن اند بوست فلكشويشن تيست هذا داون هذا بيحدد لي اللم دي سيست ولا ما سيست يجيب الصمب اندكس امسك على الوول كده انيز ماي اندكس اي بريس نشوف ايش اللي بيحصل
اصابعينك الثانية تتحرك بعيدا من برا. تأكد من كل الوول برضه حطيتني هنا. إذا كانت تتحرك من بعضها يعني إنها إذا كل الوول هذا بتحرك معناها جيش السيست هذا هو سبيسيفيك تيست اللي حدد لي إنها سيست كل يجيبوا لكم سيكلوس طوالي أنا أقول لكم كده كده طار سبيسيفيك تيست اللي حدد هذا سيست صح فلوكسويشن تيست فلوكسويشن دكتور ما فلوكسويشن الحين كده لا ما هذا يعني الحين كيف حكمني فلوكسويشن الملك كيف عفوا وظفك مش؟ هذا يا معا ليش لا مهمة تيش هذا الفيزيكال كاركتر وفوتر هذه خصائص المال فيزيائية يعني أنا لو عندي بركة بتاعت مال مجمعة بالحرب عليها حجر تطلع تطلع بيروح مرة دوائر دوائر كده وكل البحيرة تتمدد مش المد يروح على الأطراف لكن لو كان البحيرة هذا طين عمد عليها حجر ليش يحصل؟ تأثر محل الطين فقط الأطراف البحيرة لا تأثر fluctuation and cross fluctuation test FLUCT fluctuation again then if it works that the lump is some index I press on the center اضغط شو راس عسل expansion صح ايه ويدين راح تبتعد تأكد الوول الثاني كذلك كل الوول هذا معناه غطاء الشق باليقين انه جيسس جيسس طيب افرض انها لا تضغل بس بيونس باتجاه واحد نهاية this not a system الفاتي تيشو بتعمل نفس الحركة هذه مثلا اللايبوما ممكن باتجاه واحد يكون بمضي باتجاهين لا بد يدو بوس وفلكسويشن عن طريق فلكسويشن بعد ما تأكدت اني اسيست بعد اعمل حاجة اسمه ترانس لومينيشن تيست حد عنده جود تورش؟ لا بس عندك اشرح جواش عندي لك بتاع الموبايل بس ترانس لومينيشن تيست ترانس لومينيشن كيف اعمله؟ اشوف هل البينز طالعة؟ دارك احتاج دارك روم اعمل دارك طف النور طف النور خلي الجنب يطلع انك منور الله شوف يا اخي والله هذا خلنا نحطها كده ونشوف والله لا يعجبني بس امسكها على الوول واشوف هذا بوزيتيف ولا ما بوزيتيف ايش يعني ترانس لومينيشن تيست؟ نشوف الضوء ماشي يعني الضوء ينتقل ثرو ذا لمب ترانس معناته ينتقل لومين معناها فراغ مش ايش يعني لك ترانس لومينيشن تيست؟ مرت علينا هذه فلويد ما لا يعني فيها هذه فلويد ولا ما فلويد زي يعني هذا معناته كلير فلويد معناته كلير ووتر يا هو نفس الكلام معناها كلير فلويد الضوء ينتقل في الحاجات الكلير ما ينتقل في الحاجات المعتمه حتى الفلويد هذا لو كان بص ولا بلط الاكسجين والهيدروجين بي بوزيتيف لكن الترانسفيجن بي نيجاتيف او يكون ويك ضعيف تمام يعني هو حد جيت الكلير فلويد واضح واضح لك طيب في حاجات في البالبيشن تعتمد على اللمب يعني لو كانت هيرنيا لا بد اعمل لها ايش ما كف دي الانسبكشن في البالبيشن قفل قبلها اسمه ايش التست الرينجر لا لا ما هو برينج ده في الموبايل اسمه شنو قلنا تو كاركتر هذا سبيسيفيك ديسبل ديسبل اضغط عليها كده يحصل لها ايش ترجع كومبريس تلقاه اختفت لانه هذا بلط اول ما اضغط عليه بروح طيب ايش الفرق بين الريدوسابيليتي اللي هي حقه الهيرنيا والكومبريسابيليتي اللي هي حقه الانيوريزم هذه الكومبريسابيليتي شو قالك تلقى طوالي الريدوسابيليتي تلقى طوالي فيري جود يا دكتور اف يو ريليز ذا بريشر الفاسكولار لوم زي الانيوريزم والريفيل سبونتينيسلي تلقى طوالي عكس الهيرنيا الهيرنيا تقول لهم رد قح من جديد تطلع هذا ديبينس اون ذا لمب اي بلسطايل لمب لابد تعمل لها كومبريسابيلتي ذيس از حصريا على الفاسكولار لمب بلسطايل ان كومبريسابل حصريا على الهيرنيا عند بوزيتيف كوفن بلس على الكوزابل الهيرنيا بلسطايل بلسطايل هذا يا معلم ما يخص البيركشن هذا عاده بيحتاجه في الابدومينال لمب يعني لو في لمب مش هنعرف الريتروجرادانيه اللمب المهم في اللمبه القاعده في الاكستريم ديز بيجوا يظن البركشن اوسكلتيشن
دائما يحتاج في الفاسكولار ضم اي ضم الصفائر او الضم الثايرويد مثلا ممكن اسمع او الليفر تيومر لكن الضم القاعده في الاكستريم الجهاز ما عندها معنى تمام يقول اكزامينيشن ناو فينيش لكن اتس نوت فينيش الليش يو سي تقول للاكزامينر اي وونت تو كومبليت ماي اكزامينيشن باي اكزامين ذا ريجونال لينف نود داوت اكزام سن اف اي هاف فايند ذا لمب هير يو جيت ا هارد انكونسيستنسي هنا طبعا في نير وفي وسط مش ميديا نير قاعش وبرفيش والريديا الارض اولو قاعدة في كيبتة الفصة هنا هنا الفيزوس كلها تجي بالفنتر النوتهم بدورسهم صح؟ فلو يجي طلم في حتة فاسكولا تقول I want to complete my examination by assess the neurovascular bundle يعني اكد انه البلسيشن تمام ما في اسكيميا يعني الارض اللي ما مضغوط السنسيشن كويس الباور كويسة يعني النير تمام والفيزوس تمام so you should not complete your examination unless examine the neurovascular bundle, the joint close to the lump, لو كانت قريبة من joint. سيسيف الموفمنت هكي سيسيف. And the regional lymph node, لو كانت شكلها malignant. Sensory and motor. Sensory and motor. Sensory and motor. That's the joint. ها? الجوينت لو لقيتها هنا. بس يعني جنت اللي قول له حرك حرك لقيت الحركة طبيعية خلاص ما عندي مشكلة. لقيتها ستيف معناها زي سبريم عاملة ميجا طبيعية. هذه دكتور في البركشن ولا في هذه هي هذه الاكزامينيشن. خلاص يعني اقولها غولا. بعد ما تخلص كل شيء. بعد ما تخلص كل شيء. الاطراف ما تحتاج. بس اذا الجويتر ولا البركشن وكذا. قلت كنت ما مركز مع عينك غريب قلت بركشن عادة is not a routine يعني في اللمب اللي قاعدة في الاكستريميتيز ما عندها معنى تعمل بركشن لكن إذا كان اللمب هذه جويتر مثلا لا بد تعمل بركشن تشوف في الاستنشن ولا لا لو كانت في الأفضل تشوف بركشن اسكولتيشن لو كانت نيرويد مثلا لا بد اسكولتيشن أو لو كانت فاسكولار لو لقيت ليفر تيومر زي الهيميوما تسمع لو لقيت في سنتر الماس تكون لكن لو كان تمام تقولوها زوتين لكن المهم تشوف سلك اي حاجه انا لو اطلب قاعده هنا اقول المريض كح مثلا ما عندها معنى خلاص خلصنا يا دكتور كده يوفينش الله يعطيك العافيه يا دكتور تقول معلومه يعني حركه يطلع لك معلومه يطلع لك معلومه كده ما في عقول يا جماعه انت فاتت بس